فضيلة الشيخ سائل يسأل: ما حكم صلاة الرجل وفي جيبه صورة؟ لا يجوز حمل الصور، يجب إتلافها، لا تدع صورة إلا طمستها، إلا إذا كانت الصورة ضرورية مثل صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، فهذه حملها للضرورة لا بأس، ما هو بحملها محبة للصورة، أو إنما حملتها للضرورة لأنك محتاج إليها، فلا بأس بحملها في الصلاة وفي غيرها، لكن ما تظهرها، خليها داخل الجيب خفية.